السلام عليكم أخوتي الطلبة، إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، نلتقي في فيديو. الهدف طبعا من هذا الفيديو هو لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال تيرمينولوجي ايكونوميك جروب سي. نبدأ ونحاول يمكن ما نطولوش في الفيديو، لأن طبعا ديجا ليكزامان تامن، وإنما غادي يكون فرصة باش ناس آخرين إن شاء الله يستافدوا طبعا من لي كيسيون، لأن البروف طرح طبعا لي بون كيسيون كونسيرنو هاد لا ماتيير. دونك le produit intérieur brut mesure D. Le produit intérieur brut mesure la somme D. مجموعياش قلت لكم في الفيديو السابق العلاقات كاملة، قلت لكم بأن le produit intérieur brut عنده l'optique revenu اللي هو sigma ديال la masse salariale زائد sigma ديال profit زائد sigma ديال la rente foncière. العلاقة الأولانية. العلاقة الثانية هي C زائد I زائد G زائد X ناقص N اللي ديجا ما كتطرحش. العلاقة الثالثة هي سيغما ديال لا فالور اجوتي. إذا طبعا لو برودوي انتيريور بروت هو لا سوم دي فالور اجوتي، الجواب رقم سي لا فالور اجوتي. Lorsque les exportations d'un pays sont supérieures aux importations, cela شنو كيعمل؟ ملي كيكون طبعا صادرات أكثر من الواردات، قلت لكم في الامتحان اللي فات بأن ملي كتكون لامبورطاسيون اقل من ليكسبورطاسيون الواردات اقل من الصادرات كيكون ديفيسيل، ولكن قلت لكم في نفس الوقت بان ملي كتكون وقلت لكم باقي جو بونس قلتها اذا قلت لكم اذا طاحت لكم ليكسبورطاسيون اكثر من لامبورطاسيون كيكون هناك فائض تجاري اللي قلت لكم حتى كيفاش كيتكتب، قلت لكم اكسيدون كوميرسيال، وقلت لكم كيبدا ب او اكس او اكسون اكسيدون كوميرسيال. Donc, ملي كتكون l'exportation زايدة على l'importation كيكون un excédent، ou طبعا un excédent déjà عندنا في la réponse D. La partie du coût de production proportionnelle au niveau de production، juste من le coût اللي proportionnel اللي مرتبط بياش مرتبط بالو niveau de production. Niveau de production طالع هو كيطلع، هذا شنو كنسميوه un coût variable. Le coût شنو هو indépendant مستقل. إذا بما أن la partie du coût de proportion proportionnel au niveau de production s'appelle le coût variable، le coût variable ما عندي شي، إذا الجواب هو O aucune de ces propositions. Le coût d'opportunité est، le coût d'opportunité الأغلبية كي جيت طبعا هو le finnois le coût supporté non à quoi l'on renonce ou ce qu'on l'abandonne lorsqu'on fait des choix ou on prend une décision. Je vois normalement A. Je vois aussi, les mots qui nous disent, je voulais les faire le passé. Le coût supporté dans le passé avant qu'on prenne une décision. Je vois A. Je vois les mots qui nous disent, la réponse D. Je ne sais pas si je vois les réponses. Déjà, quand nous disons la machine, إذا قال لك لا ريبونس أ ولا دي ولا أ وسي حتى هي حسبها له، واضحة الفكرة. دونك قلنا لو كو سيبورتي إي، الجواب ديالي أنا الجواب أ، ولكن ممكن يكون الجواب حتى هو حتى دي. دونك خمسة، دون زون إيكونومي ديت بلانيفي، قلناها في امتحان آخر، ملي كنقولوا إيكونومي مخطط لها، شكون اللي كيخطط؟ الإدارة المركزية، يعني لادمينستراسيون سونترال. ولا ليطا الدوله، وعطيتكم حتى الكلمات اللي خصها تجي، ليطا الدوله، لادمينستراسيون سونترال، لا بانك سونترال، شي حاجه بحال هكذا. بما ان ما كايناش حتى شي حاجه من داك الشيء، اوكين دو سي بروبوزيسيون، يعني او. لاناليز ايكونوميك كينيزيا، قلت لكم في الفيديو السابق، قلت بان كينيزيا ماكرو ايكونوميك. اذا لاناليز ايكونوميك كينيزيا اي بلوتو ماكرو ايكونوميك، يعني الجواب هو سي. Parmi ces auteurs, lequel appartient au courant de la pensée néoclassique? Je connais qui est un néoclassique, Adam Smith classique, David Ricardo classique, Karl Marx marxiste, keynésien, l'école keynésienne. Tu sais si jamais que tu es un néoclassique, il n'a aucune de ces propositions, il n'a إذن طبعا ادم سميث كلاسيك، دافيد ريكاردو كلاسيك، كارل ماركس ماركسيس، كينيزيان كينز. طبعا الجواب ديالنا هو اوكين دو سي بروبوزيسيون. لو بروبليم سونترال لا غارتي، عاودناه وعاودناه وعاودناه. لو بروبليم سونترال ديال ليكونومي هي النزره. ان دي كيسي دو سو
Ce qui n'est pas un facteur de production. Déjà, le facteur de production, le travail, le capital, la terre, chi, mawarid tabiriya, mawarid maliya, mawarid bachariya, etc. Voilà qui le crédit. Le crédit, facat, adat. Obitali, le crédit, li, machi, un facteur de production. Kanatmoum, qu'il j'ai le jumla, haddad li, le facteur de production. J'ai l'ax. Donc, monsieur, vous avez tout. Allah n'jabro hadi. Wahed. Smahouli. Donc, la microéconomie ne s'occupe pas. Donc, la tahtamou biyash. La tahtamou bli consommateur, l'ax. Le micro, katahtam bli consommateur, katahtam bli maqadil fardiya. واش كتهتم بلي زونتربريز وي كتهتم باللي زونتربريز كتهتم بالمارشي ولكن ما كتهتم بشي بلي زاغريغا ولا لي غوغوبمون دونك ما بايليش اصلا الجواب انا هنا كونسوماتور دي زونتربريز نو انا بان لي واقيلا هذاك اغريغا جو بونس لا لي ريبونس ا اي بي وطبعا المارشي اوكين دو سي بروبوزيسيون Il n'y a pas aucune de ces propositions A, E, F1. Il y a le consommateur, les entreprises, le marché, vous mettez la salle de la salle de la salle de la salle de la microéconomie, la salle de la salle de la aucune de ces propositions, il n'y a pas de la salle de les agrégats, la macroéconomie traite activité individuelle, c'est le micro. Comportement des entreprises, des micros, des engagements des ménages, non, des agrégats économiques, oui. Donc la réponse est D. Le macro, à quand on l'a fait le vidéo scamni, elle traite le macro des agrégats économiques. Le majamia, étude de l'inflation fait partie du macro tabac. International, non, industriel, non, l'économie, etc., non. Microéconomie, non, le macro makinashi, il n'y a aucune de ces propositions. L'étude de l'inflation, l'augmentation du niveau général du prix. Mais quand on dit général, il y a des deux, la caméra, l'échelle macroéconomique, à l'échelle macroéconomique. سمحوا لي على التصويره لان هذه التصويره هي اللي وصلت لي زعما حاول امكن انسى انني صح حتى انتوا على الاجوبه ليتود دو لانفلاسيون في بارتي دو كوا في بارتي قلنا ديال الماكرو بما ان الماكرو ما كايناش ما كتبان لي شي اذا اوكين دو سي بروبوزيسيون المهم انا كنعطي الجواب بان ليتود دو لانفلاسيون هي جزء من الماكرو l'individu en agissant dans son propre intérêt conduisant à un bien-être de tout. La somme des intérêts particuliers est égale à l'intérêt général. C'est déjà ça. On va dire que c'est la main invisible. Le mjmour ديال المصالح الخاصة يساوي المصلحة العامة. وهذه كاملة هضرت عليها بزاف هذه كاملة كتسمى لا ما انفيزيبل ولكن بما انه قال اي ايغال ا اذا لانتيغي جينيرال تساوي المصلحة العامة الجواب هو ده 13 الجواب ديالو هو بي 14 طبعا ايت اون دوني كاليتاتيف ديفينيسيون لي ترانسفورماسيون طبعا واحد الحاجه هي عباره عن معطى نوعي يعرف التحولات الديموغرافيه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه اكسيتيرا واش هو لا كرواسونس واش هو لو بروغري ليكسبانسيون لو ديفلوبمون اوكين دو سي بروبوزيسيون اول حاجه التحولات وداكشي ممكن يكون الاسم ديالو التطور ممكن يكون الاسم ديالو التقدم ممكن يكون اسمه التنميه مجموعه مفاهيم حنا طبعا غنخطروا ما بين ثلاثه المفاهيم وطبعا غنشكر واحد البنت الطالبه لانها بانت لها طبعا واحد تروكوستيتو هو طبعا ممكن انها تكون لا كرواسونس ولو بروغري ولو ديفلوبمون بما ان البروف كاتب ايتون اذا فوزيت اوبليجي انك تختار طبعا لا كرواسونس لأن قلنا لك كرواسونس لو بروغري لو ديفلوبمون تقريبا متشابهين شويش بما ان عند ايتون لان انا ملي جيت نشرح هذه قلت بان راه ما باين لي شي ممكن يكون هذا ممكن يكون هذا لان حنا كنبقاو انسان يعني ما عطيتكش الجواب واضح وقلت لك بحث عليها بقاش عليها طبعا قلت لك انا هاشني بانت لي اما اذا كان الجواب باين عندي صحيح كنقول لك هاشنو هو
بما ان عندي ايتون اذا لا كرواسونس ايتون دوني اكسيتيرا. الجواب طبعا هذا دون لا بونسي ايكونوميك ليبرال ليتا اي كونسيديري كوم ان ايتا جوندارم اللي هي طبعا دي في لا بونسي ايكونوميك ليبرال كنعتبروا الدوله فقط عندها دور حمائي دور عسكري ولا سكون ابل الظاهره كنسميوها لا بروفيدونس لا بروفيدونس. وعندنا جوج الاجوبه كيتجاوبوا ايتا بروفيد ايتا جوندارم وإيتا بروفيدونس. ممكن أن البروف يقبل لك هذه ولا يقبل لك هذه، ولكن الأقرب إلى الصواب هي إيتا جوندارم طبعا. وطبعا بقشوا عليها في الكور إكسيتيرا غادي تجبروا إيتا جوندارم. لانفلاسيون إيتون قلنا هو الارتفاع العام في الأسعار، هي أوغمونتاسيون دو نيفو جينيرال دو بري. أوغمونتاسيون دو نيفو جينيرال دو بري اللي هو ديجا دي. إذا لانفلاسيون التضخم والارتفاع في المستوى العام للأسعار اللي هو الدي. Le flux circulaire des biens et des services illustre la relation entre le flux circulaire des biens et des revenus. Les biens et les revenus, يعني واحد كي ديجا شرحتها. انتينا كتمشي طبعا السوق ولا شي حاجة كتشري السلعة ديال الشركات اللي كيخدمونا، والشركات اللي كيخدمونا كيشبروا الرباح داك الشيء وكيعاودوا يخلصونا، حنا كنشبروا الفلوس وكنمشيو للاسواق نشريو البياسات ديالو نشريو في السلع ديالو وهما كيشبروا الفلوس والامور طبعا دايره. هذه كتسمى لو فلو ما بين لونتربريز طبعا اي لي سالاري، يعني لونتربريز اي لي سالاري هي الجواب دي. لا بونسي ايكونوميك كلاسيك اي فوندي سور لانترفونسيون دو ليتا. ملي كنقولوا كلاسيك كنقولوا ليبرال. الكلاسيك والنيو كلاسيك بجوج بهم ليبرال، يعني ماشيين مع الحرية. شنو معنى الحرية؟ أن ليتا خصها تكون جندة، ما خصهاش يتدخل في أين، ما خصهاش يتدخل في الحياة السياسية. هذا طبعا كانت لا بونسي ليبرال ولا لا بونسي كلاسيك. إذا لا بونسي ايكونوميك كلاسيك اي فوندي سور لانترفونسيون دو ليتا. لانترفونسيون دو ليتا نو، لو بروتكسيونيزم نو، لو كوميرس ايكيتابل نو، لا ليبرتي دونتربروندر وي. إذا الجواب هو دي، لا ليبرتي دونتربروندر. Selon les néoclassiques, la valeur d'un bien ou service est à la base. Mais quand on parle de néoclassique, il y a le micro. Parce que la valeur d'un bien est à la base de l'utilité d'un. Et donc, selon les néoclassiques, la valeur d'un bien et service dépend de son utilité. Donc, son utilité, je sais. La théorie générale de l'emploi et de l'intérêt, c'est un ouvrage de Jean-Maynard Keynes. Nous avons vu ça hier. Nous avons vu la vidéo savoir. Donc, la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, c'est un ouvrage de Jean-Maynard Keynes. Adam Smith non, David Ricardo non, Léon Warlas non, Léon Warlas taban fi l'école New Classic, David Ricardo, Adam Smith, l'école classique, Karl Marx, l'école marxiste. Ou taban li ktab had l'ktab huwa Jean Maynard Keynes li kitami taban l'école keynésien, le mouassis de l'école keynésien. Ntmenna lkom tawfiq khouti, ntmenna anna la vidéo sabiq ou charh dialo l'explication dialo aounkom annakom tetfa'alou ma had l'imtihan. وطبعا الهدف ديال البروف هو اذا جبتوا لي بوان في هذا الامتحان هو في المصلحه ديالو، لان يقول بان الطلبه ديالي واخا ديجا كانوا ممكن يكونوا ما فاهمينش لانتروديكسيون مزيان، لا مشاو بقشوا وفهموا واخا بدلت لهم الجمل عاقوا. اذا هما الماده ديال لانتروديكسيون اليكونومي فهموها، وهذا هو الهدف طبعا ديال لي بروف. الهدف ديال البروف هو انك تفهم الماده. اذا فهمتي الماده ما كيهمش ماين، اذا فهمتي له الماده راه مزيان، لان الهدف ديالو كيبقى في لا فيناليتي هو انك تفهم الماده. ما كتبقالوش واش غنطيح نفس الامتحان، واش الامتحان بدال الامتحان مرون، لا، الهدف ديالي هو انك تخدم. البروف ملي كيطيح لك شي امتحان ديجا فات، ماشي حيت هو ما كيفهمش، لا، حيت هو باغيك انك تخدم لي زيكزامون، باغيك انك تعلم الموديول ديالو. وان شاء الله طبعا كنتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش طبعا جيم وشي كومونتير طبعا التشجيع ديالنا، وطبعا ولا طبعا شي ملاحظه طبعا شفتوها. ما تنساوش تبارطاجيو لينك القناه مع الاصدقاء ديالكم. نتمنى لكم التوفيق، وطبعا نسالكم الدعاء ديالكم، نسالكم خالص الدعاء. الله يحفظكم.